أحب أزور المناطق السياحية والأثرية اللي بالأردن وأعرف أولادي على الأردن وطبيعة الأردن والسياحة بالأردن. طيب ليش بتحب تيجي على المناطق هاي مش المناطق ممكن اللي أكثر نقدر نحكي أكثر حداثة أو تطور؟ يعني المناطق الأكثر حداثة ما بنستغني عنها، يعني بنروح على مطعم، بنروح بنشتري سندويشات الفاست فود، الشاورما، مش عارف إيش، بس هاي إشي ثاني. هاي يعني بتعرف أبنائنا قديش إنه بلادنا عريقة وقديمة وإلها أصل وجذور. والله إحنا جايين هنا نغير جو، منطقة سياحية، بحب واحد يغير جو يطلع يشوف الناس، منطقة زي ما بدك وزيادة. طيب ليش ما مثلا تروح على عمال الغربية، الأماكن الأكثر تطور الأكثر حداثة؟ بالعكس، هاي المنطقة يعني بتحس بروقان، بتقعد زي ما بدك وزيادة، منطقة سياحية أوفر لك وغير اقتصاديا، يعني ترتاح نفسيتك، تعرف تقول مع خطيبتك مع صاحبك مع كذا، هناك كلها دوشة وسيارات وأزمة. وما رأيك بالناس اللي بتحكي إنه هاي المناطق بدها أو هاي المعالم التاريخية والأثرية بدها شوية عناية، بدها خدمات؟ والله خدمات المدرجة الرومانية كثير، خدمات اقتصادية إنه حتى مهتمين فيها بالأمانة. طيب مصفات السيارات بتتغلب بصف السيارة؟ أكيد بدك تتغلب، لأنه منطقة كثير الناس بتيجي عليها، لابد انك تتغلب شوي، بس الواحد بصفها قدر المستطاع انه يكون قريب من الساحه الهاشميه. والله المدرج الروماني يكفي انه يتحدث عن الاثار البيزنطيه والرومانيه، مثل جبل القلعة كمان، شغلات جميله جدا تعطي جمال للبلد، تجذب السياحه، شغلات رائعه جدا يعني في البلد، الواحد لازم يعرفها ويجي عليها وتعرف اقل مبيع على الاثار الموجود في البلد. طيب الناس يا اخي يمكن فتره عطله العيد والعطل اللي صارت قبل فتره اجت هون اكثر ما راحت على عمال الغربيه، بتشوف الظرف الاقتصادي تبعها شوي ما بسمح لها تروح على المناطق الاكثر حداثه او تطوير؟ والله شوف علي، اللي بده يتحرك في البلد بغض النظر، اقول لك لو يطلع خارج بيته بيقدر يروح سياحة، يعني مش انه بس هاي المناطق اوفر تشوفها؟ بالضبط، هاي احسن واوفر ولا طبقة اللي معتدلة يعني يقدر يجوا عليها. عبق التاريخ اللي يفوح من هذه المناطق وجمال الحاضر إلها، ويمكن التكلفة الزهيدة هي اللي بتجذب المواطن من مختلف محافظات المملكة والسائح من مختلف أنحاء العالم. يأمل المواطن اليوم من الجهات المعنية المشرفة على هذه المواقع من توفر الخدمات بشكل أفضل مثل مصفات السيارات وغيرها. لبرنامج أحلى صباح، حمزة نيف أنا معكم.